هل تعلم أن اختيارك الخاطئ لجهاز الـ VFD قد يتسبب في تلف المحرك الكهربائي بالكامل خلال أيام أو يؤدي إلى توقف خط الإنتاج في اللحظة الحرجة؟ للأسف كثيرون يعتقدون أن جميع أجهزة الـ VFD متشابهة، لكن الحقيقة هنالك 6 عوامل أساسية يجب أن تفهمها قبل أن تشتري جهاز VFD أو تركبه، واليوم سأشرح لك ببساطة وبشكل عملي وعلمي كي لا تقع في نفس الأخطاء التي تتكرر بشكل مستمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعليمية الخاصة بكورس الـ VFD. في الحلقة السابقة قدمنا نظرة عامة عن جهاز الـ VFD أو ما يعرف بالمحول التيار المتغير، وتحدثنا عن وظيفته الأساسية في التحكم بسرعة المحركات الكهربائية. أما اليوم فسنجيب على سؤال مهم جدا يطرحه الكثير من الفنيين والمهندسين وحتى أصحاب المصانع، وهو كيفية اختيار جهاز الـ VFD المناسب. اختيار جهاز الـ VFD المناسب ليس أمرا عشوائيا، بل يحتاج إلى معرفة عدة عوامل رئيسية، حيث تضمن هذه العوامل الأداء الجيد والسلامة والعمر الطويل للمعدة. فلنبدأ على بركة الله. لماذا نحتاج إلى اختيار جهاز الـ VFD المناسب؟ في البداية قبل أن نبدأ في العوامل، دعونا نسأل لماذا هذا الموضوع بهذه الأهمية. اختيار الـ VFD غير مناسب قد يؤدي إلى عدة عوامل، من أهمها ارتفاع حرارة المحرك الكهربائي، فقدان العزم أثناء التشغيل، وكذلك توقفات مفاجئة وتلف في الدوائر الداخلية، أو حتى حرائق لا قدر الله. لذلك فاختيار جهاز الـ VFD بدقة يعد جزءا من السلامة المهنية وكفاءة الإنتاج. أهم العوامل لاختيار جهاز الـ VFD. في هذا الجزء سنتطرق على عدة عوامل توضح كيفية اختيارك الصحيح لجهاز الـ VFD. من أهم هذه النقاط هو معرفة نوع الحمل ونوع المحرك الكهربائي. أول ما يجب تحديده هو نوع الحمل، حيث أن تحديد نوع الحمل مهم جدا لاختيارك جهاز الـ VFD. هل هو حمل ثابت مثل المضخات، أو حمل متغير مثل السيور النقالة، أو حمل مثل الضواغط؟ وكذلك نوع الموتور، هل هو اندكشن موتور ثلاثي الأطوار، أو محرك متزامن، أو حتى سيرفو موتور؟ معظم أجهزة الـ VFD مصممة لمحركات ثلاثية الأطوار من نوع اندكشن موتور، ولكن لا تنسى قراءة مواصفات المحرك أو النيم بليت الخاصة بالمحرك بدقة قبل اختيار نوع جهاز الـ VFD. النقطة المهمة في العوامل لاختيار جهاز الـ VFD هو الجهد والتردد، حيث يجب أن يكون الجهد الكهربائي لجهاز الـ VFD متوافق مع الجهد الكهربائي للشبكة الكهربائية. في الدول العربية الشائع هو 380 فولت ثلاثية الأطوار، بعض التطبيقات الصغيرة تعمل على 220 فولت أحادي الأطوار، وتأكد من التردد أيضا، هل هو 50 هرتز أو 60 هرتز. الخطأ في هذه النقطة قد يؤدي إلى ضعف الأداء أو التلف الفوري. النقطة الثالثة من أهم العوامل لاختيار جهاز الـ VFD هو القدرة الكهربائية. القدرة الكهربائية عادة تقاس بالكيلووات أو الحصان الميكانيكي، فلا ينصح باختيار جهاز VFD مطابق تماما لقدرة المحرك، بل يفضل دائما أن تزيد بنسبة 20% أو أكثر من قدرة المحرك الكهربائي. مثلا محرك كهربائي قدرته 3 كيلووات، فيفضل اختيار جهاز VFD بقدرة 4 كيلووات. من العوامل المهمة أو النقاط المهمة لاختيار جهاز VFD هو معرفة البيئة المحيطة ودرجة الحماية. هل البيئة المحيطة فيها حرارة عالية أم غبار أم رطوبة؟ فاختيار جهاز الـ VFD بدرجة حماية مناسبة أمر مهم جدا لضمان سلامة الجهاز وزيادة العمر الافتراضي لجهاز الـ VFD. فيجب معرفة هل يصلح للتركيب داخل لوحات كهربائية مغلقة؟ فإذا كان الأمر بهذه الطريقة فيفضل اختيار الـ IP20. أما إذا كان مناسب للبيئات الصناعية القاسية فيفضل أن يكون الـ IP65 أو IP55. أيضا راقب درجة حرارة التشغيل المسموح بها، بعض الأجهزة تتوقف إذا كانت درجة الحرارة 50 أو 60 درجة مئوية، فيجب اختيار الجهاز المناسب الذي يتحمل هذه الدرجات. وكل هذه الأمور مكتوبة على النيم بليت الخاصة
بجهاز الـ VFD. وأيضا من العوامل المهمة لاختيار جهاز الـ VFD هو الوظائف والتحكم المطلوبة. هل تريد تحكم في جهاز الـ VFD أو سرعة المحرك الكهربائي بشكل يدوي أو عن طريق مفاتيح كهربائية، أم تريد أن تتحكم بسرعة المحركات الكهربائية عن طريق التحكم الآلي أو الـ PLC؟ هل تحتاج إلى مدخلات رقمية أو تماثلية؟ هل ستربط جهاز الـ VFD بشبكة اتصالات صناعية مثل المود باص أو البروفي باص؟ كل هذه يجب أن تكون مدعومة من الـ VFD الذي تختاره. النقطة الأخيرة وهي الشركة المصنعة والدعم الفني. البعض يظن أن أجهزة الـ VFD متشابهة وهذا خطأ، فاختيار علامة تجارية موثوقة مثل شركة سيمنز واي بي بي ودلتا وشنايدر وغيرها من الشركات المعروفة يضمن سلامة جهاز الـ VFD والقطع الغيار الخاصة به. وتأكد من توفير الكتالوج وكذلك برنامج الخاص ببرمجة القطع الخاصة بالـ VFD والدعم الفني المحلي حتى يكون الأمر واضح لاختيار جهاز الـ VFD. نأخذ هذا المثال، حيث يفترض أن لديك محرك كهربائي ثلاثي الأطوار قدرته 5.5 كيلو وات، يعمل على جهد 380 فولت في مصنع مليء بالغبار ويحتاج إلى التحكم عن طريق الـ PLC. في هذا المثال كيف راح نختار جهاز الـ VFD؟ أولا، بما أن قدرة المحرك الكهربائية 5.5 كيلو وات، فيفضل أن يكون قدرة الـ VFD 7.5 كيلو وات على الأقل. أما الجهد فيجب أن يكون جهد الـ VFD 380 فولت ثلاثي الأطوار. أما درجة الحماية، بما أنه يعمل بمحيط مليء بالغبار فيفضل أن يكون الـ IP55 على الأقل. وبما أنه تحتاج إلى ربطة مع جهاز الـ PLC، ففي هذه الحالة يجب أن يكون ملائم من حيث الاتصالات الصناعية مع الـ PLC. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون مدعوم بأنظمة المود باص أو البروفي باص أو البروفينيت. والأمر الأهم هو اختيار شركة موثوقة التي توفر الكتالوج الواضح الخاص بهذا الجهاز. في نهاية هذا الفيديو، بعد أن تعرفنا على أهم العوامل في اختيار جهاز الـ VFD، أصبح القرار بين يديك بشكل عملي ومنهجي. وتذكر دائما التحكم في المحرك الكهربائي يبدأ من اختيارك الصحيح للجهاز المناسب. في الدرس القادم بإذن الله سنبدأ بتعلم كيفية برمجة الـ VFD خطوة بخطوة، وسنقوم بتوصيله فعليا ونجرب تغيير سرعة المحرك الكهربائي وكذلك اتجاهه. وحتى تفهم كورس الـ VFD بشكل صحيح وعملي، يجب مشاهدة الكورسات اللي موجودة على قناتنا في اليوتيوب، لأن في نهاية هذا الكورس راح نتمكن من ربط PLC A7200 وربما PLC A7200 وأيضا PLC من شركة دلتا، نحاول نربطه مع الـ VFD المستخدم في الشرح. فإذا حاب تستفاد بشكل صحيح، الرجاء الدخول للقناة ومشاهدة الكورسات اللي موجودة على قناتنا في اليوتيوب، وكل كورس يحتوي على قائمة تشغيل خاصة فيه، وجميع الفيديوهات مرتبة بالتسلسل داخل قائمة التشغيل. كذلك يمكن الانضمام إلى القناة من خلال الضغط على زر الانضمام أو جوين للحصول على ميزات إضافية في القناة. فهنالك العديد من المستويات بالإمكان الاشتراك فيها والحصول على الميزات اللي نقدمها. وأيضا يمكن دعم القناة من خلال ميزة شكراً أو ثانكس الموجودة أسفل أي فيديو من فيديوهات القناة، بالإمكان أن الضغط عليها. وأيضا بالإمكان كتابة أي تعليق حاب تكتبه في هذا الخانة للحصول على رد مباشر ودعم فني خلال مدة اشتراكك في القناة. فلا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الحلقة مع زملائك في مجال العمل. وإذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو موقف حقيقي قابلته أثناء اختيار الـ VFD، فاكتبه لنا في التعليقات وسنناقشه معا.